السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هوة الدار مع إيمان. كنتمنى تكونوا بألف خير واموركم بخير. اليوم جيت نقدم لكم دي كيك صغار او مادلين بجوج حشوات مختلفين. بقوا معايا نتعرفوا على المقادير. كنحتاجوا لكيك صغار مادلين 4 ديال البيضات بحرارة ديال المطبخ، كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزبدة مذوبة، كاس ديال الحليب غير بارد، وكاس ونص ديال السنيده. وبالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا الحشوه الاولى، غندير فيها الزبيب كما كتشوفوا مقطع طرافي صغار، مع النكهه ديال معلقه صغيره ديال الليمونه محكوكه، الا كان حتى الحامض متوفر مزيان. والحشوه الثانيه غنعمرها بهاد لي بيبيت ديال الشوكولا نوار. غنحتاج 3 ديال الخميرات، جوج فاني، قبسه ديال الملح، وهنا حتى الاخر غادي نزيد هاد معلقه ديال معلقه كبيره ديال الخل. وهنا عندي هنا 5 ديال الكيسان ديال الفورص ديال الدقيق ديال الحلويات، وهنايا راه مغربل ومقاد. انا درت 5 هنايا، ربما تقدروا تحتاجوا اكثر ولا اقل على حساب على حساب الفورص ديالكم، واش كيشرب دغيا ولا لا. بقاو معايا نشوفوا طريقه التحضير. بسم الله نبداو. انا غندير البيض ديالي، البيضة الثانية، البيضة الثالثة، البيضة الرابعة. ضروري البيض يكون بحرارة ديال المطبخ. هنا غادي ندير معهم قرصة ديال الملح، وغندير جوج خنيشات ديال الفاني، باش ديرو غير وحده ديروها، انا كتعجبني النكهه ديالو وكتجي زوينه. من بعد غادي نضيف معاها الكاس الاول ديال السنيده ونص كاس الثاني، وغادي نخلطو بالخلاط بطراب كهربائي. بقاو معايا نتوما تشوفو. هنا غادي نبداو نطربو بالطراب الكهربائي. غادي نطلعو البيض مزيان اللي درنا معاه السكر السنيدة وفاني والملحة. هانتوما كتشوفو الشكل ديالو، ها هو تغير، بدا كيبيض. غادي نضيف عليه الكاس ديال الزيت اللي درنا، ومن بعد غنضيف نص هداك نص كاس ديال الزبدة مذوبة. غنحرك جيدا حتى تجي. هنا غادي نضيف كاس ديال الحليب بارد، وغادي نعاود نخلط الكل بالخلاط الكهربائي كيف ما كتشوفوا. نخلطو مزيان حتى تجانسو كاملين. هنايا غادي نضيف الدقيق على مراحل. هو هاد الخليط ديال المادلين راه ما كيبغيش يكون جاري بحال الكيك، هذا كيكون عاقد على الكيك. هانتوما معايا كيف ما. هنا غادي نبدا نحرك مزيان بالخلاط الكهربائي حتى غادي يبدا يدخل هداك الدقيق اللي درناه والخميره تدخل في جميع العناصر، يدخلوا في بعضياتهم. هنايا شويه غادي نحبس الطراب الكهربائي حيت غتبدا الدقيق يطير. غنكمل بالطراب اليدوي ديالي. هنا غنكمل الدقيق ديالي، نخليها شويه. هي هاد الخليط ديال هاد لي مادلين كيبغي كيما قلت كيبغي يجي ثقيل شويه، ومني تنخدموها ملي كتجمع العجينه ونخدموها تنخليوها في الثلاجه لمده ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين، ما تخافوش منها حيت هكا كتكون كتجي فتيه وكتجي لذيذه. اما هذه الطريقه اللي معتمده عليها مش حال هادي، كيف ما كتشوفوا هنا راه بدا الخليط كيتجانس، بدا تيعقد لينا الخليط ديال الكيك، ولكن انا غنكمل هذاك شويه اللي بقى عندي. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم الخلاط الكهربائي كيف ما درت في الاول، تقدروا تطحنوا المراحل الاولى طحنوها غير في الخلاط الكبير ديال العصير.
ومن بعد جمعوا العجينه بالدقيق. انا هنا غنزيد هنا كملت 5 الكيسان، غادي نجمعها نجمعها جيدا، ومن بعد غادي نديرها في الثلاجة، ندير لها واحد البلاستيك غذائي، وندخلها للثلاجة لمدة ساعة على الأقل. كيف ما كتشوفوا ها نتوما العجين كي كيجي كيجي ثقيل على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا ها هو الخليط ديالنا كي كيجي كيجي ثقيل. انا غنجيب واحد الفيلم اليمونتير بلاستيك غذائي وغنسد عليها من الفوق على الجبانيه من الفوق. بالنسبه للحشوات حتى غنخرجها من الثلاجه عاد غادي نقسمها، نقسم الخليط ديالي على جوج. الخليط الاول غادي ندير عليه الشوكولا بيبي، الخليط الثاني غندير عليه الزبيب وهذا قشور ديال الليمون، قشور ديال الليمون. انا هنا في هذا الاثناء غادي نضيف معلقه ديال الخل. الخل الدور ديالو زوين في الكيك، كيجي كيجيبها هشيشه. غادي نسد عليها البلاستيك الغذائي على هذا الشكل، وغادي ندخلها للثلاجة لمدة ساعة وانا راجع معكم. ها هو الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا، انا بعد ما دازت ساعة انا جبته من الثلاجه كيكون على هذا الشكل. شتو كيف العجينه كي كتكون، كتكون عاقده ومجموعه. انا هنا غادي نقسمها على جوج، غنخلي النص هنا والنص الاخر هو اللي غادي نخلطه. ندير هذا مع الزبيب وقشور ديال الليمون. ناخذ واحد زليفه صغيره ندير فيها واحد شويه، ندير فيه شوكولا. وهذا اللي بقى لينا غنديروا فيه بيبيت ديال الشوكولا. انا قسمت دابا على ثلاثه. هنا غنخلط الخليط الاول ونضيف بيبي ديال الشوكولا على الخليط. كان عندكم الفيرميسال ولا البيبيت بايدين كنديروهم، اللي متوفر عندنا نديرو. كان غير الشوكولات صغير نقطعوه نديروه في الفريغو حتى كيجمد شويه، ونقطعوه مكعبات صغيورين قد هاد لي بيبيت ونعمرو به حتى هو كيجي ممتاز. غادي نخلط الخليط الثاني حتى هو، غادي نضيف ليه الزبيب مقطع، غنضيف هنايا قشور ديال الليمون محكوكه، وغنخلطهم مزيان حتى يدخلوا في بعضياتهم. الله عرفتي الريحه ديال الليمون محكوك كتشهي. كنتمنى تجربوهم غيعجبوكم، حتى
الوليدات الصغار انا هادو تنديرهم تنصايبهم على حسب بناتي كوتي المدرسه تيديهم معاهم في الصباح الكوتي ديال الصباح. هنا غادي نضيف كاكاو شوكولا نخلطوه معاهم حتى هو خلطوا معاهم على هذا الشكل هنا نوعوا ليهم كل مره وشنو يديو مره يديو ديال الشوكولا مره يديو ديال الليمون كل مره وشنو يديو رغم انهم هادو ما كيدوزوش بهم غير سيمانه كيبقاو شادين ليا انا كنديرهم في سوبيره كنسد عليهم تيبقاو شادين ليا كيديو ليا سيمانه ديال الصباح ومن بعد تنعاودهم ليه انا هادو ديما ديما تنديرهم ما كيحيدوش من الدار كيفما كتشوفوا ها هي الجنسات هذيك الكاكاو هنا راه درت غير نص كاكاو كانت عندي هنا كيفما كتشوفوا هنا انا وجدت المول ديالي ها هو لبستو بالكويغطات ديال المادلين غادي نخويهم هنايا بقاو معايا نبداو على بركه الله انا كندير غير معلقه كنعمروهم كاملين بسم الله نعمروهم حتى النص ديال الكاغيط حيت هما كيتنفخوا على هذا الشكل قولي معلقه ومعلقه ونص بحال هكا نكمل غندير هاد الصف ديال الليمون والزبيب والوسط غندير ديال بيبيت شوكولا بيبيت ديال الشوكولا والصف الاخر غادي ندير ديال هادوك اللي خلط بشوكولا كاكاو هي خليط واحد نقدروا نخرجوا منه بزاف ديال الاشكال غير باش يعجبوا وليدات الصغار ما يملوهمش كل مره ياخذوا حاجه يديوها معاه انا في هذه الاثناء درت الفران يسخن من الفوق ومن التحت اون فوا غندخلوا الفران غنطفي على الفوق غنخلي لتحت حتى يبانوا لي تحمروا ومن بعد غادي نطفي لتحت ونشعل على الفوق هما راه دغيا كيطيبوا راه تقريبا واحد 10 دقائق دغيا كيطيبوا وحدهم معاهم ما تغفلوش عليهم نمسح هذا الزائد باش ما يتحركش لينا ها هما لي مادلين ديالنا كيف ما كتشوفوا انا غندخلهم الفرن الكهربائي اللي هو سخون وهانتوما معايا تشوفوا الشكل النهائي ديالهم ها هما مادلين ديالي واجدين على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا هادو ديال
هادو ديال الليمون وهذا هو الزبيب كيف ما كتشوفوا. هاد الوسطانيين ديال الكاكاو اللي درنا، وهادو اللي درنا بالبيبي ديال الشوكولا، وهادو هنايا ها هما كيف كتشوفوا. هادو العجينه اللي بقات هادو درتهم وتفرقوا كيف ما كتشوفوا، هما جاوا منفوخين. حتى هما كيصلاحوا. ها هو الطبق ديالي هنايا. كنشكركم على تتبعكم، وان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله. وشكرا لكم، وشكرا كاع المتتبعين الجداد اللي انضافوا عندي، وان شاء الله وصفه جديده قادمه ان شاء الله. الى اللقاء، شكرا لكم، الى اللقاء.